بالنسبه للخادمه، جزاك الله خير، تنبهت على قضيه مهمه جدا وهي التعامل الشرعي مع الخادمه بل ومع الخادم، يعني في البيت الخادم بالنسبه للنساء والخادمه بالنسبه للرجال. يعني لابد ان يكون لباسها شرعيا في البيت، مو لابد ان خادمتك يعني يصير الامر عادي. كذلك يعني للاسف بعض الناس يعني على انها خادمه مثلا تذهب توقظ الاولاد الكبار مثلا من النوم وكذا، غير صحيح ابدا. مبالغ هذا الانسان، ما يجوز تدخل عليه الخادمه في منامه، قد ترى منه شيئا، قد يرى منها شيئا، لا يجوز هذا الامر. يعني نحذر في هذه القضيه، قضيه بقاء الخادمه مع الاولاد او بقاء الخادم مع النساء، هذه قضيه مهمه جدا. انا اذكر يعني مره يعني شخص اخبرني يقول اردت ان اتكلم مع قريبه لي، قال لا ما اتكلم رجال، شوي شوي قاعد اتكلم الهندي. يعني شو الفرق؟ يقول انا رجل هو رجل، يعني شو الفرق؟ يعني فبعض الناس على بون خادم هذا ما هو عبد مملوك حتى يقال انه له يعني احكام تخصه، او اما لها احكام تخص. نعم المملوك والاما لهم احكام تخصهم، لكن نتكلم عن الخادم الاجير الان كما هو واقعنا اليوم، هذا ليس له احكام تخصه دوني. فلذلك نتقي الله في هذه القضيه. يعني كذلك الخادمه ما يكون معك بينك وبينها انبساط ابدا، هذا بينها وبين زوجتك، اختك، امك، هؤلاء يكون معهم انبساط. امراه انت مع الرجل، هو مع النساء، لكن تعاملها معامله احسن، لازم ما تقشمر معاها وتضحك معاها، واضح ولا لا؟ هذا يكون ما بين الرجال فقط وما بين النساء فقط، لانها تبقى هي امراه اجنبيه، يجوز لك الزواج بها، كما انه لا يجوز لك ان تتعامل مع اي امراه اجنبيه خارج البيت بهذه الامور، كذلك لا يجوز ان تتعامل مع الخادم او الخادمه بهذه الامور. نعم.